طلع احلى الاسم Fear of a Black Planet، كيف البني ادم الابيض بيجرب يوقف التكاثر الاسود. فهون بالبلاد هاي في Fear of an Arabic Nation. The trouble has been most widespread in the West Bank, where stone throwers have again been out in force, despite being outgunned by the Israelis. خيالية إنه أنا عايش كل مرة بحكي عربي بيجي واحد بوليس بوقفه. بيقدروش يسمعوا لغتنا، بدهم يمحونا. اشتغلت ماكدونالد 3 سنين عشان حكيت عربي بطلوني من الشغل. Arabs who live inside Israel make up nearly 20% of the population, so they pose a sizable threat. احنا حياتنا باللد، الحكومة تروح تسد جثث، احنا نعد هيك. شبهت غزة بسجن كبير. بتمنى انه اطلع الضفة واقابل رابرز، بس للأسف يعني الاحتلال مش مخلينا، انه مقفل الطريق من كل مكان. الواحد خلص من كتر الدمار ما بقدرش يعني يحبس جواه أي إحساس. فإحنا أنا اتجهت للراب حتى أطلع اللي عندي. هاي أول مرة اللي راح أكون بضفة بدون ما حدا يعرف. أول مرة غني على المسرح، أول مرة. وحاليا متوجهين على إيرز عشان نطلع من إيرز الضفة إن شاء الله. في نقطة وراها، هاي في نقطة وراها. العرب ما بدنا إياهم يحكوا عشان الكون. في شعلة، شمعة صغيرة بمغارة تأمل تزبط.